لو قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله خطأ. خطأ؟ نعم. يا رجل لا معبود إلا الله. نعم خطأ الواقع. خطأ؟ نعم. هذا أبطل الباطل. معنى هذا أن كل ما عبد من دون الله هو إله. نعم. فلا بد في لا إله إلا الله من ركنين، ركن الشهادة، كفر بالطاغوت، كفر بما عبد من دون الله، إيمان بالله، تخلية قبل التخلية، فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، إن نظام ما تعبدون إلا الذي فطرني، عندما يقول بحق هذا معناه أن يكفر بما عبد من دون الله، إذا لم يحقق هذا ما حقق ركن الشهادة، فتح مع أبطل الباطل هذا، صحيح؟ إذا لا بد أن يقول بحق هذا معناه أن يكفر بجميع ما عبد من دون الله. لا إله نافي جميع ما عبد من دون الله. إلا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له. إذا معناها لا معبود بحق إلا الله. لا بد يقول بحق ضد هذا الباطل. إذا ما يعرف هذا بحق وكذا يقول لا إله نافي جميع ما عبد من دون الله. إلا الله مثبت العباد لله وحده لا شريك له. إذا لا بد من ركنين، كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا لا إله إلا الله. طيب سؤال ثاني، لو قال إنه معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، اللي يقول صح يرفع إصبعه، يرفع إصبعه كلام عام. أحنا نقول سبحان الله، لا رب بحق إلا الله كلمة باطل، كلمة حق، لكن في معنى لا إله إلا الله لا تسمع. معنى هذا للكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بلا إله إلا الله، وهم أروا الإقرار بلا إله إلا الله، أقروا بتوحيد الربوبية، نعم، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله يعرفها على الكفر، يعرفها أبو جهل، وما قروا بها، فقبح الله أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. طيب تكفي وحدها لا إله إلا الله؟ لا بد معها من شهادة أن محمد عبد الرسول. اليهود قرروا بلا إله إلا الله، لكن لم يقرروا بأن محمد عبد الرسول. لا بد أن تجمع كما جمعت في لا إله إلا الله بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا بد أن تجمع في الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبت له، تجمع له بين العبودية والرسالة. نعبد ما يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. عبد ليس له شيء من خصائص المبين، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أمام. نعم الثاني قال لا إله إلا الله محمد عبد رسول الله. إقام الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الخمس مفروض، لا بد أن تؤدى أي مع الجماعة حيث نادى عليها على رجال البلد. ومن يسأل من البيت؟ المرأة. أولا بلغ الإطفال مع أنه عود على جماعة من ولي إن صح. حتى المسافر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول المسافر يسمع النداء يشفع عليه الإجابة يجيب ما يسمع. ولذلك نحن إن شاء الله الإعانة تعالى الدروس بعد كل صلاة. نعم ما يسمع. قال المسافر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المسافر إذا كان يسمع النداء ويشفع عليه يجيب. طيب صلاة الخمس تؤدى مع الجماعة حجاب بالغين حتى في الخوف وفي الحرب صلاة جماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ أقل ما يقال فيها أنها واجبة. شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة على من يقدر وليس له عذر شرط لصحة الصلاة. يعني لو صلى في بيته
وقال غير عذر صوت الباب. هذا قول من؟ شيخ الإسلام. ولا تستهين بكلام شيخ الإسلام. شرط في ساعة الصلاة، يعني اسمها غافل. انتبه إخواننا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة تامة. منذ أن فرضت عليه الصلاة إلى أن توفى الله. عشر صلاة الجماعة. ترك صلاة الجماعة بوقتها؟ لا. مرة واحدة أخر الصلاة في سفر وتعب شديد ووضع من يقضون الصلاة، قدر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ينام عن الصلاة حتى تتعلم الأمة كيف تصلي. صح. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مهم جدا إخوان الصلوات. ما يمكن طالب علم يستهين بأمر الصلاة خاصة صلاة الجماعة. ما يمكن. صح. كنت الثاني هذا. واركعوا مع الراكعين. أدلة كثيرة قلت لك. أقل ما يقال، تقول أقل ما يقال في صلاة الجماعة رجال بالغين أنه واجب، إن لم نقل كما قال شيخ الإسلام. شرط في صحة الصلاة صابات. نعم. الصلاة إيتاء زكاة. إيتاء زكاة. سوف يجمع إن شاء الله تعالى. عندنا زكاة بدن وزكاة مال. زكاة البدن زكاة الفطر. وزكاة المال على ما يأتي الأربع أصناف. بعد. صوم رمضان. صوم أي شهر؟ رمضان. طيب. قتل البيت من استطاع أن يستطيع. وحج بيت الله الحرام من استطاع أن يستطيع. السلام بلغنا الله. هذا ما يتعلق بأركان الإسلام. أركان الإيمان كم؟ نعم. كم؟ عشرة، خمسة، سبعة؟ خمسة. أركان الإيمان؟ ستة. يا أخي يأتيك السؤال. أركان الإيمان. شركة. نعم. بسم الله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. تؤمن بالقدر خير. فتح الله. اسأل وساعد. قلت مؤمن. اشتغل. قل معك. قال ما هو الإيمان؟ قال ابن السنة. قال أسأل الله. اسمع. قال أسأل الله يجعل منهم. ما تقول أنا منهم مترفع بهذا. صح؟ شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام سيأتي معنا في العقيدة الواسطية. في نهاية العقيدة الواسطية وألف في معتقد أهل السنة والجماعة وفي نهاية العقيدة إيش يقول؟ إن شاء الله نجعل منهم. ما قال أنا السلفي ويكتب في ترجمة السلف الأثري كذا. لا. قال نسأل الله يعلم تبرأ من حول من قوته. هؤلاء أهل السنة. نسأل الله يعلم. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ بقي معه إذا لابد هذا الصوت هذا لك أهم نقول قبل كتاب التوحيد. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان لغة خلاص تصدق. قلنا لا تهتم بهذا التعريف. شرعا لا بد في تعريف الايمان عند اهل السنه من امور خمسه. يختل واحد هذا ليس بايمان عند اهل السنه. تبي كم؟ خمسه. نعم. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. مره ثانيه. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل ماذا؟ جوارح والاركان. ايش الجوارح والاركان؟ يعني عمل القلب وعمل الجوارح واركان. عرف بهذا حتى تفهم. يزيد بالطاعه وينقص كم؟ خمسه. قول عمل اعتقاد يزيد ينقص. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. هذا الايمان عند اهل السنه. اذا اختل واحد هذا ليس الايمان عند اهل السنه. مفهوم؟ نعم. طيب
من يعني وجه السؤال؟ يقول بلسان، يقول بلسان، ما أحد يتكلم وجه، يقول بلسان لكن ما يعتقد بقلبه. إيمان وصحيح. نعم. من يفتيه؟ نعم. وقال يقول بلسان، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا يعتقد بقلبه. مؤمن؟ لا. منافق؟ منافق. يقول يقول بلسان. اختل الشرط من شروط. طيب النفاق أصغر. النفاق. النفاق أصغر ولا أكبر؟ هذا أكبر. أكبر ولا شك. أي نعم، هذا النفاق. يعني اشتريت بعلان النفاق، فتح الله عليك. ما يصح تقول لا يجوز أو كذا. تقول نفاق أكبر، نفاق اعتقادي هذا. نعم، طيب. من؟ السؤال الثاني. يعتقد بقلبه، يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله رسول الله، كان يعتقد لكن ما يقول باللسان. مؤمن؟ لا. ما يقول باللسان أبدا لكن يعتقد بقلبه. لا قصة؟ ما أعرف. يعرف؟ قل. يعتقد بقلبه لكن ما يقول بلسانه. يعتقد ان لا اله الا الله محمد عبد رسول الله، ان الله خالق والرازق والمنفرد بالربوبيه وبالالوهيه والاسماء والصفات. يعتقد بقلبه لكن ما يقول بلسانه. مؤمن؟ يا اخي اعتقد. ولو كان وجحد بها وصدقت انفسهم ضمن الوعد. في احد يخالفه؟ نعم. نعم. ينقص ايمانه. ينقص. هنا نعم. أئمة الكفر على هذا، أئمة الكفر على هذا. فرعون يعتقد؟ يعتقد. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. صح؟ إيه نعم. أئمة الكفر. يا إخوان قلنا الإيمان خمسة أشياء، إذا اختل واحد هذا ليس بالإيمان. إذا يعتقد أبو طالب يعتقد بقلبه، صرح لسانه، مؤمن؟ عند بعض الناس ممكن مؤمن. يا أخي إبليس يعتقد بقلبه؟ نعم. قول عمل اعتقاد يزيد ينقص. هذا إيمان عند أهل السنة، غيره ليس الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالقلب، عمل لابد من عمل. القلب له عمل؟ نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ اللي يحفظ الصورة الثلاثة يعرف، اللي يحفظ. ما الدليل؟ قال أعطينا الدليل، أريد الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم الدليل على أن يزيد ينقص. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، هذا عمل. عمل القلب حياة شرف المهنة، إمامة الأذى عمل جوارح، قول وعمل واعتقاد يزيد. ما الدليل على أنه يزيد؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزادهم. أيضا زادته هذه إيمان. وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ينقص الدين أي بما تفتح الصلاة يا محي. صح؟ هنا فتح الله. إذا إيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، واعتقاد يزيد وينقص. هذا الإيمان عندنا السنة. إذا اختل واحد ليس الإيمان عندنا السنة. أركان الإيمان كم؟ من يعرف؟ مرة أخرى سبحان الله. طيب أركان الإيمان ست، أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان.
أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان. الإيمان بالله تقول يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تؤمن بالألوهية والربوبية وأسماء وصفاته تقدم معنا، وتؤمن بوجود الله. ما الأدلة على وجود الله إجمالا؟ أربع. الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى أربع إجمالا: العقل والحس والفطرة والشرع. هذه أدلة إجمالية تدل على وجود الله. العقل مستحيل أن يأتي عاقل ويمكن وجود الله. طلوع الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها أدلة تدل على وجود الله. العقل، الحس تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء تدعو تجدها تنفرج، هذا دليل حس. ثلاثة الذين أطبق عليهم الغاء، أخذ يدعون إلى الصخر تنفرج، هذا دليل محسوس ماضي. قام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يدعو، وما كان بالسماء سحاب ولم ينزل إلا ونزل الغيث، دليل حسي. الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. الشرع كثير لا تخلو منه آية التوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لا تخلو منه آية ولا أي آية. نعم، أشرف ما في القرآن. الإيمان بالله تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله. الإيمان تؤمن بالله بالملائكة، تؤمن أنهم عالم غيبي يعلمون الغيب. لا، أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم غيبي غاب عنا ما نرى، عالم غيبي خلقه الله منه، يطيعون الله ويعصون. لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، أرواح وقلوب. أجساد جعل الملائكة أسرا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، عقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم لا يأتينا طالب وقل يعني أين الدليل؟ هذا الدليل، حتى إذا فزع عن قلوبهم فات قلوب الملائكة. نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبمعنى أن الله سبحانه من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنه إجمالا وتفصيلا. من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن صفاتهم يعصم الله من نوره، ومن أعمال مثلا جبريل عليه السلام وكل الوحي ملك الموت خبر راح خبر والأخبار التي جاءت عنه. الكتب، الإمام الكتب تؤمن بأنها كلام الله تكلم بحقيقة، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب. تؤمن بكل الكتب إجمالا، وبمعنى أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وأخباره وأحكامه ما لم تنسخ، وأن القرآن نسخ تلك الكتب ومهيمن عليه. مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل، تؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، الرسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصح الأمة وبلغوا إياهم بالله حق جهادهم، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد الموت عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كاذب، وكل من صدق فهو مثله كاذب، نسأل الله السلامة عليه. الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية، من شيخ الإسلام رحمه الله يقول في العقيدة الوسطية أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح قبض الملائكة عليها فعلا من السماء، تفتح وتغلق لها باب السماء، عودتهم بأن الجسد يسمع قرآن العالم سؤال الملكين، عدد القبر نعيم القبر، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم، كل ما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر. يبقى معنا الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم أن تؤمن أن الله على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى، إذا وقع كيف يقع. علم الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله نادرة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق
ما معنى هذا؟ معناه أن العبد مخلوق وأعماله مثل المخلوق، والله خلقكم وما تعملون الله خلق كل شيء. هذا أقل ما يقال في شرح التنزيل. يبقى معنى الإحسان، الإحسان هو ركن واحد، الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة المشاهد أو عبادة المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة رغبة وحب وشوق لما عند الله، وتسمى عبادة المشاهد. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، فلم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. طيب هذا أقل ما يقال في شرح الكلام الإيمان. وذكرنا شيء في الإحسان. تحفظ لنا هذا اللي ذكرناه بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، يعني كل واحد منكم تكون لديه ورقة مكتوبة بخط اليد فيها شرح الكلام حتى تحفظ. طيب من أين أقلب السبحان يعطوكم إن شاء الله تعالى الأخوات الأخوان إيمان. هذا أقل ما أقل من شرح الكلام. نعم تصور لكم أوراق تحفظ لنا وتكتب ورقة. طيب نعم بعد العصر إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتعلق بالأصل الثالث ثم خاتمة الأصول الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما أحب الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.